يجتمع الفريق في منطقة المراحل ليعطيهم العميل الرئيسي هوبس التعليمات ولمناقشة التكتيك. أنتم على الجانب الأول من المنزل وأنتم على الجانب الآخر، لا أريد سبباً ليسحب بندقيته، لذلك إن كانت ستراتكم معكم ارتدوها. يعلم صيادو الجوائز أنه في كل مرة يدخلون فيها إلى منزل هناك احتمال 40% أن يكون في حوزة المدعى عليه سلاح، ولكن معرفة أن في حوزة المدعى عليه مسدسا وأنه قد يكون يتعاطى الممنوعات فهذا أمر مخيف أكثر. لقد تعرض لمطاردة من قبل رجال الشرطة، وفي النهاية تم اعتقاله وأجريت له فحوص طبية من أجل معرفة إن كان يتعاطى الممنوعات، وكانت النتيجة إيجابية ولم يعد إلى المحكمة. عندما أذهب إلى عملي أتواصل مع الفريق الآخر عبر الجهاز لتبادل آخر المستجدات والمعلومات المهمة. عندما يكون هناك احتمال وجود سلاح ناري أفضل تكتيك هو المفاجأة. حالما وصلنا إلى المنزل خلعنا الباب. يمكنني أن أقول الآن إنني أخطأت، لأنني أظن أحياناً أنه يمكنك أن تكون حذراً للغاية، وأحياناً أظن أنه لا يمكنك أن تكون حذراً. في السابق كان صيادو الجوائز يبحثون عن مدعى عليه ذي كفالة قدرها 19,000 دولار. إنه متهم بالقيادة تحت تأثير الممنوعات. يظن أعضاء الفريق أنه قد يكون مسلحاً، لذلك عندما وصلوا إلى مخبأه خلعوا الباب بعنف، ولكن كان العميل روب في مقدمة فريقه. أول شيء قمت به لم يكن سلاحي معي، ذهبت مباشرة إلى السقيفة. لقد رقدت أنا وأصحابي إلى المكان المستهدف، وعندما رآنا هرول مسرعاً واتجه إلى الداخل. كان في حوزة الرجل بندقية. لم أقلق بشأن البندقية، قلقت فقط بشأن القبض على هذا الرجل، لأنني إن لم أقبض عليه فسيستخدم البندقية وأموت. بعد ذلك قالوا لي: أيها الرجل، ماذا فعلت؟ كان يمكن أن تقتل. إنني أفهم وأتفهم حرصهم علي، أظن أنه سيستخدم البندقية ضدي وضدنا، بخاصة عندما يرى أن الوضع سيء، ولكن لا تعلم أبداً، ولن أقلق حيال ذلك الآن. أتعرف لماذا؟ لأنني عشت هكذا طوال حياتي، لذا لن أتوقف الآن. أكان معك بندقية؟ أجل، كانت خطوة غير صائبة يا رجل. لا يهم يا رجل، إنها خطوة غير صائبة جداً، إنها قد تؤدي لموتك. كان يمكن أن يحدث أي شيء، أي شيء. عندما نقترب من المدعى عليه وفي حوزته سلاح فجميعنا نكون في أشد الحيطة والحذر، لأن هناك احتمالاً كبيراً في أن يستخدمه. هناك كثير من الناس لا يحبون استعمال السلاح وإن كان بحوزتهم، لأنهم لا يريدون العودة إلى السجن. على الرغم من حماسة روب، نجح الفريق في القيام بالاعتقال من دون أي عواقب خطرة عليهم أو على المدعى عليه. أخبرني ماذا كنت تفعل؟ كنت أعمل على بعض الأمور. تعمل على بعض الأمور مع بندقيتك؟ كانت فقط في حوزتي، كانت فقط في حوزتي، هذا كل شيء. ألم تحمل البندقية؟ بلى، لأنها كانت على الباب ولم أستطع إغلاقه. لو كان الأمر بيني وبينك لربحتك بالتأكيد. أعلم، لما كنت لأحاول أن أفعل شيئا صدقني. هذا لأنه يوم جيد بالنسبة إلي. يصعب أن تشعر بذلك. أخذ المدعى عليه مباشرة إلى سجن مقاطعة ماريون وحكم عليه لاحقا بستة أشهر من المراقبة. كل صياد جوائز بارع يحمل مسدسا، في هذا المجال إنه صديقه الحميم. أحمل مسدسا منذ أن كنت في عمر 18. عندما أكون أعمل أشعر براحة أكثر. في حوزة جلاك عيار 22 لدي قوة كافية لإيقاف أي مشكلة نقع فيها. إنه مسدس رائع. المشط الذي أحمله يحتوي على 15 طلقة، لذا أحمل مشطين إضافيين إلى المشط الذي في المسدس. حاول مرة رجل أن يتجاوزني بسيارته لإيقاف السيارة، فرفعت المسدس وأطلقت طلقة إلى جانب السيارة فتجاوز الحاجز الحجري واصطدم بعمود الهاتف. إن الجلاك سلاح مثبت في هذا المجال وهو ناجح دائماً.
يمكنك أن ترميه وتدهسه السيارة ثم تلتقطه وتطلق النار. تيم جيفرسون مطلوب من قبل شرطة فلوريدا بتهمتي سرقة السيارات، على الرغم من أنه ليس لديه كفالة يدفعها. عرضت السلطات مكافأة قيمتها $5,000 لمن يستطيع إعادته إلى السجن. هذا عرض ممتاز بالنسبة إلى صيادي الجوائز. في الواقع لقد كان هذا المدعى عليه مطلوبا بتهمة سرقة السيارات. هذه قضية اتصل فيها شرطي من ولاية أخرى للقبض على رجل وإعادته إليه، وقد علمنا أنه قد يكون خطيرا بالنسبة إلى أحد آخر. حصل الفريق على معلومات تقول إن جيفرسون في منزل والديه، فانطلقوا إلى الموقع. عندما نلاحق مجرما خطيرا نضطر أحيانا إلى طلب مساعدة من أصدقائنا. هو هنا الآن؟ لا. إذن أين هو؟ هل يعيش هنا؟ نعم. إذن سنقوم بتفتيش سريع. حسنا فلنبدأ. لا يثق الفريق بوالدة جيفرسون، فقد يكون ابنها مختبئا في أي مكان في هذا المنزل. في أي وقت يعود إلى المنزل؟ لا أدري، كان يجب أن يكون هنا منذ ساعة، ولا أدري أين هو الآن. علمت فورا أنه ليس هناك، ولكن عملنا يتطلب منا تفتيش المنزل، وهذا ما فعلناه. لقد علمت من ردة فعلها وردة فعل والده الموجود في الغرفة الخلفية أنه ليس في المنزل. لأكون صادقا، إنني هنا لمساعدته لكي لا يتم القبض عليه وهو يتخذ قرارات سيئة أخرى كالقرارات التي اتخذها حتى الآن. لم يكن علينا أن نحاول جاهدين مع الوالدة للحصول على معلومات، وذلك لأن هناك تقنية أخرى، وهي أن نقول إننا نسدي خدمة إلى ابنك ونتأكد من أن لا يؤذي نفسه. أعجبت كثيرا بنا وقالت حسنا سأساعدكم، فأعلمتنا بمكانه، وهذا ما حصل. نعم، يحاول الحصول على عمل، لم يقل متى سيعود. لست أدري إن كان سيأتي في هذا الوقت. هل فعلا لا تدرين متى سيأتي؟ قلت لك لست أدري. حالما يعود أبلغينا فورا. شكرا لك. مسلحين بهذه المعلومات الجديدة انطلق الفريق إلى مكان عمله الذي هو على بعد 5 أميال فقط. بدأ الفريق بتفتيش شديد، وبعد 10 دقائق عثروا على طريدتهم في محطة الحافلات. لقد رأيناه في محطة يتحدث إلى سائق حافلة، خشيت أن يستقل الحافلة. شك المدعى عليه في أنه تحت المراقبة، وقبل أن يتسنى له ركوب حافلة أخرى تحرك الفريق. أتضايق من الركض طوال الوقت لأنني على الأرجح سريع جدا، وبينما كنا نركض اصطدم بمنحدر وكان من الإسمنت. كان بإمكاني مهاجمته هناك، ولكنني كنت لا أزال أطارده. لقد ركض حول شجيرات واصطدمت بشجيرات. كان هذا الشاب يسبقني في الركض، وهذا يزعجني كثيرا. أردت أن أوسعه ضربا عندما أقبض عليه، ولكنني لم أستطع. لم أركض في حياتي هكذا. أصمت، توقف عن الكلام. سوف ترى، سأنال منك في المرة القادمة. لن يكون هناك مرة قادمة. أنا جاد فيما أقول. حسنا، لا يمكنك أن تفلت مني. سوف ترى أن باستطاعتي أن أهرب. لن تستطيع أن تهرب. يمكنني الاختباء أينما أشاء. أينما تشاء. وسوف ترى ذلك. إن الأشخاص المطلوبين بتهمة السرقة هم الأسوأ عندما تقبض عليهم، يسبونك وخصوصا عندما تكبلهم. أعيد جيفرسون إلى فلوريدا حيث سيقضي السنتين المقبلتين في السجن. معظم صائدي المكافآت اختبروا تأثير الجريمة عن كثب. العديد من أفراد عائلتي وأصدقائي وقعوا ضحايا الجريمة. صديقان لي وقعا ضحية الجريمة خلال حياتي. لا، أنا فقط قبل عامين. أخي مثلا الذي قتل تركه أحدهم يحتضر. قبل 4 أعوام تقريبا قتل أخي برصاصة، والمجرم الذي قتله لم يدخل السجن قط، وكان هذا أحد الأسباب التي جعلتني أختار هذه المهنة.
أوقع بي هؤلاء الأشخاص، جعلوني أقصد مكانا بعدما وعدوني بإعطاء المال، بينما كانت الخطة أن يسرقوا سيارتي ومالي. رموا علي مادة أحرقتني وأبقتني في المستشفى لشهر، وعندما غادرتها قررت أن أقضي عليهم. ليلة العيد خلع أحدهم باب منزلي وسرق العديد من الهدايا، وهذا ما يمنحني المزيد من العزم لإبعاد المجرمين عن الشوارع. في كل مرة أقوم فيها بمطاردة المجرمين أحس بشعور غريب، وهذا الشعور يمنحني الدفع اللازم للبحث عن هؤلاء الأشخاص، وذلك للقبض عليهم وسوقهم إلى العدالة. كريس جونسون ضرب زوجته بعنف شديد حتى أصابها بعاهات، لذلك هو مطلوب. تخلف عن المثول في المحكمة بعد خروجه بسند كفالة يبلغ 40,000 دولار، وقد يواجه 15 سنة في السجن. وسينتهز صائدو المكافآت الفرصة لسجن هذا الرجل بقدر ما سيفرحون بقبض المكافأة التي تبلغ 4,000 دولار. تلقينا اتصالا من مخبر سري يقول إن قاطني هذا المنزل على وشك الانتقال، وأنهم سيغادرون منزلهم في غضون ساعات، لذا شكلنا فريقا ودهمناه على الفور. يلتقي الفريق في منطقة قريبة من المنزل للإعداد لعملية الدهم. سيدخل فريق من الخلف وسندخل من الأمام. نعلم أن هذا الرجل ملاكم، قد يكون هناك بعض المقاومة. حسنا، ستذهبان من الناحية الأخرى للمنزل وسترافق أنت هؤلاء الشبان، وأنت ستذهب مع هؤلاء، وأنت ستذهب مع هؤلاء أيضا. يقدر أن هناك الآلاف من النساء في الولايات المتحدة يتعرضن للعنف المنزلي الذي يتحول من مجرد تأديب إلى إصابات وعاهات دائمة، لكن القليل منهن يقمن برفع دعاوى ضد أزواجهن، وبالتالي كريس جونسون هو واحد من الذين رفعت ضدهم زوجاتهم دعاوى. ومع اقتراب الفريق من منزل جونسون، يعلم أفراده أن اليوم سيجعلون إحدى ضحايا العنف الذي قد يصل إلى حد محاولة قتل تشعر بالقليل من السعادة. أيمكنني مساعدتكم؟ لدينا مذكرة اعتقال بحق كريس. إنه غير موجود. عندما دخلنا عرفت عن نفسي كعميل استرداد الفارين، وأننا أتينا لتسليم مذكرة اعتقال. أواثق من أنه ليس موجودا؟ أجل، متأكدة. حسنا، سنلقي نظرة. لا لا، أهرب أهرب بسرعة، ابتعدوا عني. كانت تصرخ في وجهي وهاجمتني، وظننت أنها تحمل سكينا. لا أعلم ماذا كانت تفعل، ظننت أنها ستؤذيني. أخرجوا أخرجوا من منزلي. بشكل مذهل تحاول حماية جونسون، لكن جونسون لاذ بالفرار، وصائدو المكافآت عازمون بقوة على اعتقاله. لما تلاحقونني؟ لم أرتكب شيئا. ثبتناه أرضا، ثم كان علي العودة لأتحدث مع زوجته. أين تلك المرأة؟ في الداخل. في المرة القادمة وعندما يأتي أي من العملاء إلى منزلك إياك أن تقاومي، مفهوم؟ أجل، أنا آسفة. كان يمكن أن تتأذي. أنا آسفة، ما قمت به هنا في غاية الخطورة. قلت لك آسفة. من حين لآخر نشعر بالأسى، ولكن هذا لا يبدل الواقع. علينا القبض على المجرم. لكنها شعرت بالأسى حيال زوجها. سأحتاج إلى التوقف قليلاً، سننتهي من الأمر كي تنطلق يا رجل. أنا لا أمانع في قضاء عقوبتي، وأنا فخور بذلك. خلال عودة الفريق إلى المكتب كان المتهم يساق إلى السجن. أتعلم شيئا؟ ثمة مذكرة عنف منزلي بحقك، كما وأنك تخلفت عن جلستك في المحكمة فخسرت القضية ووجهت إليك التهمة، ولهذا لاحقناك وقبضنا عليك. أجل، تخلفت عن جلستي. أنت تذكر ذلك؟ أجل. إذا لم تحضر إلى المحكمة سنأتي للقبض عليك. صائدو المكافآت معتادون انتقاد المتهمين وهم في طريقهم إلى السجن. أهلا وسهلا بك، لقد جلبنا لكم متهما آخر. هذا جيد، إلى اللقاء. نصح القاضي الادعاء أن يحكم عليه بالسجن بين 2 و4 سنوات بسبب التهم السابقة لديه في العنف المنزلي، وأظن أنه قد نال ما يستحقه، وأرجو أن تمتد عقوبته إلى الحد الأقصى، أي 4 سنوات في السجن.
القانون الأمريكي يمنح المتهمين الحق بالخروج من السجن قبل جلسة المحاكمة، لكن ذلك في مقابل كفالة يدفعها المتهم وتحددها المحكمة. يمكن تسديد الكفالة بالمال أو اتخاذ نوع من التأمين يسمى السند. السند المعروف أيضا بسند كفالة هو أداة نوفرها للمحكمة للتأكيد للمحكمة أن المذنب المتهم بجريمة في منطقة الصلاحية هذه أو غيرها سيعود للمثول أمام المحكمة في المواعيد المحددة للجلسات. تدفع 10% ومتى يتم تحديد القضية فإن مؤمن سند الكفالة وأيضا الشخص الذي يوقع على سند التعويض في القضية يحرران من المسؤولية القانونية أمام المحكمة. لذا يقبض المبلغ عند تحديد سند الكفالة، لكن لا تنتهي المسؤولية القانونية إلا بعد تحديد القضية في المحكمة. هناك عدة عناصر يتم درسها بدقة وذلك عند القيام بتحديد الكفالة، وهي تتراوح بين $500 إلى $1,000، وهو برأيي مبلغ زهيد جدا. الأشخاص الوحيدون الذين لا يحق لهم الخروج بسند كفالة هم المتهمون بالقتل أو الخيانة. هذه الكفالات أي سند الكفالة تتضمن مخالفات قوانين السير، السرقة، سرقة الممتلكات المختلفة، الإيذاء الكيدي، الترصد وغيرها من التهم التي تعرض المرأة للاعتقال ومثوله أمام القاضي أو قد يدخل السجن مباشرة. المتهم دارين هيكس مطلوب لحيازته الممنوعات وقيادته مع رخصة معلقة ومقاومة الاعتقال. أطلق سراحه بكفالة قيمتها $15,000، لذلك قد يكسب الفريق $1,500. أعطيت لصائدي الجوائز معلومة واحدة مخيفة بشأن هيكس، لديه علامات تشير إلى قسوته، وهذه العلامات ترمز في عالم الإجرام إلى ممارسة القتل. وردتنا بعض المعلومات عن أن المتهم يعمل على سيارة في الخارج تخص شخصا في الحي في الشارع المقابل، كان مصدر إزعاج في ذلك الحي وكان الجميع يحاولون الإبلاغ عنه. إنه الصباح الباكر والعميل هوبس يعطي التعليمات لفريقه عن عملية اليوم. اسمه دانن هيكس، يزن 157 باوندا، هو أصلع ذكر أبيض، لديه علامات تميزه عن غيره، كفالته $15,000، مطلوب لحيازته الممنوعات والمعدات، رخصة قيادته معلقة، وهو يقاوم مطبقي القانون، فهو الآن فار. لا أحمل مذكرة توقيف ولا صورة، ولدينا عدد محدد من العملاء اليوم، سأتوجه من تلك الناحية وأرى إن كنت سأجده ثم سأعلمكم متى تتدخلون. أعطي للفريق دليل إيجابي على مكان وجوده لأنه معروف بكونه خطرا، وقد تلقى الفريق تعليمات أخيرة قبل أن ينطلق. سأمر بالسيارة بقربه وأتأكد من وجوده هناك، إذا كان هناك سأعود وأبلغكم بسرعة. اتفقنا على هذا؟ حسناً فلننطلق. ينطلق العميل هوبس قدماً ويجري مهمة خاطفة للتعرف مروراً بمنزل المتهم. أعتقد أن غطاء المحرك مفتوح. هيكس في موقعه تماماً، لكن بيني يخشى أن يكون قد رآه. رأيته يبتعد عن السيارة بعد مروري بقربه، لم يستطع رؤية من أنا. يستدعي بيني سائر الفريق ليقبضوا عليه، عليهم التحرك بسرعة وإلا فسيرحل هيكس. عندما تصلون إلى قمة التلة سترونه. يتوقف الفريق خارج المنزل لكن هيكس اختفى عن الأنظار، يقررون تفتيش المنزل. دارين، إذا كنت داخل المنزل أيمكنك الخروج؟ لدينا مذكرة توقيف عليك الخروج. لأن الفريق يعلم أن هذا المتهم يضع علامة قاتل، فهم منفعلون بينما يفتشون المنزل. بطريقة إجرائنا للتفتيش كنا متوترين جدا لأن هذا الرجل يراقبنا ويستعد للقفز علينا، وهكذا أخذنا وقتنا وكنا شديدي الحذر في تفتيشنا للمنزل. بعد تفحص كل المنزل يمكن إعلانه آمنا. فلننسحب، فلنخرج من هنا قبل عودته.
يقرر الفريق تفتيش الحي المجاور لأنهم يعرفون أنه لا بد لهيكس أن يكون في الجوار. لأننا علمنا أن المتهم كان في الحي، فتشنا وفتشنا طوال النهار، ولحسن الحظ رأيت المتهم يسير أمام عربتي مباشرة. قبل اللحاق به كان على الفريق التحقق من هويته. قميص من الجيرسي لكرة القدم، أبيض وأصلع. رأيته يركض على الجانب بالقرب من الرصيف ويتجه شرقا. حسنا انتظر. كان على بيني أن يصل إلى فريد بسرعة. هذا المتهم خطر ولن يرغب فريد بالقبض عليه بمفرده. ها هو هناك، أراه، إنه في الزقاق، يرتدي قميصا أزرق. على الأرض الآن. عندما وردتني أخيرا هوية المتهم الصحيحة انطلق يركض، وبينما طاردته عبر الحي رأيته يقفز فوق سياج، وحينما وقع على الأرض قفزت فوق السياج وصوبت مسدسي نحو جبينه وطلبت منه عدم التحرك. لا تتحرك، ضع يديك خلف ظهرك. ألديك الأصفاد؟ نعم. عرفنا بعد اعتقالنا للمتهم أنه حاول إلقاء الذنب على شقيقه التوأم، وقال إن شقيقه هو الشخص الفعلي الذي نبحث عنه، لكننا علمنا أنه وفقا للعلامة التي تميزه علمنا أننا قبضنا على الشخص الصحيح. لماذا فعلت هذا يا رجل؟ أعيد المتهم دارين هيكس إلى السجن رغم أنه تم تبرئته لاحقا من كل التهم. في النهاية خرج من السجن لعجزهم عن تحديد هوية الشخص الفعلي الذي تسلم البضاعة المسروقة، لذلك لم يملكوا أدلة كافية وأسقطوا الدعوى وأطلقوا سراح المتهم. مهنة صائدي الجوائز هي من المهن الخطرة والمرهقة، يحتاجون إلى إيجاد الوقت ليستريحوا، وأي طريقة لعمل هذا أفضل من جولة من الجولف. عندما نكون في إنديانا نلعب عادة الجولف المصغر في ملعب دوغلاس. يظن أخي أنه ماهر لكنه يكاد ينهزم الآن. أنا بارع حقا. والآن عليك أن تسأله كيف سيهزم. أنا بارع جدا، اسأله كيف سيهزم. سنلعب وسترى النتيجة. يبدو أن مهارات فريد الدبلوماسية التي أتقنها في مهنته كصائد جوائز لا تنتقل إلى ملعب الجولف بشكل جيد. هذا هو الجوال، والجوال ينطلق ويلقي الناس خارج الملعب، والآن أحضرت فريقي من صائدي الجوائز بكامله، وهذا لن يحدث. انظر إليه جيدا، فهو يحمل مختلف أنواع مذكرات التوقيف والجنايات. يدخلون النادي ليستعدوا لأول جولة لهذا اليوم. فريق المدخل الرئيسي فريد وروب متحدان ضد فريق الباب الخلفي بيني ودون. مع الحفرة الأولى على مرأى منه يتوقف بيني لتنطلقوا إلى المنطقة المعدة كي يخططوا للهجوم. يصل روبرت أولاً ويلوح بمضربه استعداداً للمعركة. يتخذ بيني أسلوباً أفضل، يختار القوة الصرفة على التقنية. دون هو أحد الرماة الأقدمين في المدينة، لكن لعبه للغولف لن يثير إعجاب أحد. أصبحت المنطقة آمنة فيمضون قدما. يضرب بيني الرمية التالية بأسلوب غير مألوف. عندما بدأوا يندمجون في اللعب حمل فريد بعض الأخبار. وردنا اتصال للتو، يفترض أن يكون هذا الرجل في الشقة، لذلك علينا الانطلاق. كفانا لاعبا للغولف، هيا بنا.